الفنون الفروسية المغربية التقليدية أو التبوريطة تعود إلى القرن 15 الميلادي، وتعود تسميتها إلى البارود الذي تطلق البنادق أثناء الاستعراض، وهي عبارة عن مجموعة من الطقوس الاحتفالية المؤسسة على أصول وقواعد عريقة جداً في أغلب المناطق المغربية، وخصوصاً في المناطق ذات طابع البدوي. وتعد التبوريطة طقسا احتفاليا وفولكلوريا عريقا لدى المغاربة، وهي ليست وليدة العصر، لذلك باتت مرتبطة في أذهانهم بتقاليد وعادات تجمع بين المقدس والدنيوي، حيث تصاحبها مجموعة من الأغاني والمواويل والصيحات المرافقة لعروضها والتي تحيل على مواقف بطولية، وهي تمجد البارود والبندقية التي تشكل جزءا مهما من العرض الذي يقدمه الفرسان، خاصة عندما ينتهي العرض بطلقة واحدة مدوية تكون مسبوقة بحصص تدريبية يتم خلالها ترويض الخيول على طريقة دخول الميدان، وأيضا تحديد درجة تحكم الفارس بالجواب. ولا بس وهي راسي ركبو ويلي وتمن عوضو مقرصو بالجام وش كان زبادي يا ولا بس وهي راسي عوام ويلي يا ولا بعجيتي ونحاس بك بالنوبي ومحبوبات والغايبة أنا اللي أعلم بالعمر يعلم لك وما أخويت بن أبي يا محمد يا ولد عمي ورا العسكر شق جبالة ويؤدي فن التبوريطة فرسان قد يصل عددهم إلى مئات فارس ينصدمون في دوائر حول شيخ مسن يشكل رئيس فرقة التبوريطة يدعى العلام ويبدأون في الدوران حول الحلقة وهم يرددون عبارات متنوعة تذكر بحركة الجهاد ثم يطلقون النيران بنادقهم في اتجاه السماء أو في اتجاه الأرض تابعين في ذلك إشارة العلام وكلما كانت الطلقة منسجمة وموحدة كان اللخط والتصفيق والزغاريد وكلما كانت الطلقات متناثرة ومشتتة غضب العلام ومعه الجمهور Thank you.
ويحتاج فن التبوريدا إلى تدريب كبير ومستمر من أجل ترويض الجواد على طريقة دخول الميدان والعدو في انسجام تام مع باقي الخيول. ويكون العلام هو المسؤول عن تنظيم الفرقة عند خط البداية وإعطاء إشارة الانطلاقة وإشارة الوقوف الذي يعد بمثابة سيطرة على الجواد. وتكون الإشارة النهائية بإطلاق الرئيس تلقى من بندقيته التقليدية، وبعد ذلك يعود الفرسان إلى نقطة الانطلاق ليكرروا العملية من جديد ويستعرضوا مهاراتهم أمام الجمهور. Oh, my God.